متشكرين قوي يا دكتور. العداد ده هدفك يا عز الدين. خلي صورته في عقلك. ايوه. مفاعل ديمونة ده من الأماكن السرية جدا عندهم. محدش بيدخله إلا اللي عاملين فيه بس. حتى أعضاء الكنيسة الإسرائيلي ما بيدخلوهوش. أنت هتدخله. ده لو نجحت في تنفيذ الخطة اللي أنا لقيتها لك. إن شاء الله هدخله وهشوف العداد وهرجع بالحقيقة. أنا واثق كده. خش نام وبكرة الصبح هنفطر مع بعض قبل ما تسافر. تصبح على خير يا فندم. وأنت من أهلي. ده الميكروفيلم اللي فيه صور سام ستة اللي طلبها منك كان موجودة في رسالته الأخيرة بدل اللي بعت مع صحر. أيوة طبعا أنت عارف كل التطورات اللي حصلت معاك. عارف. أول لقاء لك مع بوجودة مهم جدا. هتكون نتيجته يا تسهل المهمة عليك يا هتبقى مستحيلة. ربنا هيسهلها ان شاء الله يا محي بيه. الساعة 8. طيب افتكر انا بقى. شكلك بيقول اني منصور. وطريقتك منصور. اخلاقك منصور. عقلك عقل عز الدين. ده الصح. خايف من كرش ده مطلوب. واثق من نفسك؟ ده اكيد. هترجع يا عز الدين ومعايا الحقيقه ان شاء الله. اداء ودود. ده احنا جدعان قوي. ربنا معاك. يلا اطلعوا بيهم. لسه واحد حضرة الظابط منصور مساعد الطوبي. خلاص هستناه لحد امتى؟ اهو وصل منصور. يلا يلا يا اخينا. انت ايه يعني؟ كنت هتسيبوني يعني ولا ايه؟ جاي متاخر ومش عاجبك. مش عاجبكم ارجع. يلا يا منصور. استنى ادي اهو ادي اهو ادي لما تشوف الطريقه الغريبه اللي بيعملونا بيها دي ولا ايه؟ ايه يا اخينا انت؟ اوبا اخينا ده منصور شاهد خواجه. هات اوراقك خلينا نخلص. امسك الشنطه دي خلاص هات ابوك. انت باين عليك رايق. محدش واخد منها حاجه حار الظابط ولا يا خواجه. محدش واخد منها خاجه. بتضحك يا خواجه؟ تلاقيه بيعرف عربي. سوايه سوايه سوايه. اه بيعرف اهو. يلا اتفضل. ماشي طالع معانا يا خواجه. ايه؟ على البركه بيتك ومطرحك. اتفضل اخويا. بقول لك ايه يا خواجه؟ منين الساعه دي؟ ايه؟ طب ما تزعلش. ايه يا ابني كنت مستخبي فين؟ دوختني عليك يا اخي. الله ده كلام. في اسكندريه يا جدع يومين كده فسحه. مرحبا شكري. اخرتنا يا منصور. اه الله. وبعدين بقى ما تقول له خف شويه يا بكر. يا عم خف عنه بقى. يا سعيزه هنفضل متخاصمين كده ولا ايه؟ ما انت كنت سافل معاه النوبه اللي فاتت. وايه يعني؟ هي سفاله جديده علينا ولا ايه؟ حلو يا منصور. شايف الجمال يا انا؟ حلو قوي. اهلا. اهلا اهلا بك انت يا زكريا يا جميل انت. ازاي يا مصر؟ حلوه وعد الله حلوه احلى من كل الدنيا. انا من هناك. وانا من هنا. وصلنا اوبيرا اسمها شرم الشيخ. حتى البلاد غيروا اسمها الحقيقي. الله الجميل مكشر ليه؟ سميها زي ما يعجبك مش هتفرق. يا ابيض على احمر يا جميل انت. ايه بس مالك؟ بقولك انا شفتك قبل كده فين يا ربي؟ شفتك قبل كده فين؟ انا اسمي منصور. منصور مساعد الطبي. منصور مساعد الطبي. انت انا مش طبي انا طوبي. قوم
انت منصور مساعد الطوبي مش الطوبجي؟ اتفضل. المخابرات المصرية كلمتك؟ كلمتني بمناسبة ايه يعني؟ انت تجاوب على السؤال بس. لا. شفت ايه في مصر؟ شفت ايه؟ شفت تمثال رمسيس في باب الحديد، وشفت الاهرام ابو الهول في الجيزه، وشفت احمد عدويه. احنا هنهزر؟ وانا ههزر مع حضرتك ليه؟ شفت دبابات، شفت طيارات، شفت مدافع. شفت مدافع. بتسالني شفت مدافع؟ اقول لك شفت مدافع. شفت مدفع رمضان موجود هناك. انت انا عايز ابقى جوده يا حبيبي. لحظه واحده. يا عليزة يا حلوة. منصور الوقت أبو جودة. العجوز البخيل. ازيك أبو جودة؟ أنت إيه الأدب؟ وأنت؟ أنا إيه؟ أنت أسألني. الله يسلمك. إزاي مصر؟ حلوة. وحشتني أوي شبرا. هي لا. إيه؟ مفيش أخبار عن سحر؟ ما أنا طمنتك في رسالتي. أيوة بس ما طمنتنيش على سحر ليه؟ ليه بس تبعتها لي؟ أنت السبب في اللي حصل لها. زمانهم موتوها دلوقتي. سحر كويسة. كويسة ازاي؟ ده انا شايفها بنفسي وهم واخدينها وطالعين بيها بره المطار وتقول لي كويسة. احكي لي يا منصور. بعد ما نزلت من عندي قلت أأمن عليها ومشيت وراها لغاية المطار، وفضلت مستني لغاية ما اختفت عن عينيا جوه في الزحمة. قلت يا تطلع فوق في الشرفة اطمن عليها لغاية ما تركب الطيارة. طلعت فوق لقيت كل الركاب ركبت الطيارة الا هي. قلقت قلت انزل اشوفها. لقيتها ماشية بين اتنين، واحد على يمينها والتاني على شمالها. بيني وبينك قلبي انقبض. مشيت وراهم من بعيد لبعيد، لقيتهم خرجوا بيها بره المطار. خرجت وراهم لقيتهم بيركبوها عربيه. ايه؟ لا ده كان اشكال صغير بينها وبين ضابط الجوازات. اتنزحت عليها عنيدها وفوتها الطياره بس. يعني سحر هنا؟ ايوه هتشوفها. بس انا مش عايزك تقول لها انك شفتها. مش عايزين نفكرها باللي حصل لها ده. بس كويس قوي انك بعت لها على طول. خلاص مش هقول لها. ها جبت الصور؟ انت بعت تطلب تصوير تاني ليه؟ ما سحر خدت الميكروفون. طلعت خايف. مفيش صور، تصويرك طلع بايظ. نعم يا حبيبي. انت ترتاح لي يا اب. هات انت الاول. هات ايه؟ لا ما انا دافع دم قلبي المستخلص الجمارك عشان اعرف ادخل واصور تاني، ده غير السهر والعزومات والشرب. خد. ايه خد دي؟ بتديني حسنه؟ بشحت انا؟ فلوس صرفها ولازم اخدها على دين مليم، وتقول لي اتفضل يا منصور بيه وانت بتديهاني، وكمان تشكرني، اشكرني. اتفضل يا منصور بيه، متشكرين. خد. ايوه كده. وانا بصور الخواجة سام ستة في اسكندرية اتعملت في حتة معلومة انما ايه خطيرة. ايه؟ قول. نص مليون دولار. دولار امريكاني. نعم يرحمك. ايه يرحمك؟ انت هتردعلي؟ انا اتأخرت على اهلي. استنى استنى. المبلغ ده اكبر من سلطتي. قولي بس نوع المعلومة وانا هقدر اجيبهولك. معلومة هتغير تخطيطكم الحرب كله. شالوم يا حلوه. احنا بكره هنتقابل في المكان كده. هرجع تاني شرم الشيخ. هات حاجه حلوه من القدامه دي. لو سمحت دي مش عزلية.
السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. خطومة شقية، خطومة وحشتيني، وحشتيني قوي قوي قوي. انت اللي وحشتيني قوي يا منصور. ايه ده يا بنت؟ الوصت كده ليه؟ الوصت كده ليه؟ تعالي هنا، تعالي خطومة، تعالي هنا، تعالي هنا، هوبا. لا هتبوسه بقى. لا 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 يا سلام يا اخويا، يعني ايه ما تبوسنيش؟ هتبوس ابو علي. لا انا بس اللي ابوسك كده. طب ايه مشيتك؟ هتبوس بقى. وحشتني. ايه ده؟ وحشتني. وانت كمان وحشتني. وحشتني قوي قوي. كمان وحشتني قوي يا منصور. بس بقى بس بقى بس انت وحشتني.